فقره شيوات اليوم غادي نقدم لكم وصفه البطبوط معمر. لتحضير العجين غادي نحتاجوا 200 غرام من الدقيق، ملعقه من الخميره، ملعقه من الملح، 30 مللتر من الماء. كنجمعوا العجين ديالنا جيدا ونخليوه يرتاح. نبداو بتحضير الحشوه ديالنا. نقطعوا الدنجال، الفلفله الوان، مقلات، كنديروا زيت زيتون، كنضيفوا الخضر ديالنا، ملعقه كبيره من الطماطم المركزه، وكنبداو بتشكيل العجين على شكل كويرات. في صفيحة ديال الفرن كنوضعوا البطبوط ديالنا وندخلوه للفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. نعملوا البطبوط بالحشوة وكنقدموه لكم بصحة وراحة. حلقتنا وصلت للنهاية ديالها. نتلاقاو غدا في يومية جديدة.